محاوله الاحزاب السياسيه ووجدوا هنا بصفتي ممثل لحزب الطاقه المشتركه وليس بصفتي ممثل للحكومه. فانا كنقول هذا العلاج باش نتفقوا فقط لان عندي مغادره يعني قريبا من المطار، والا لما تناولت الكلمه في بدايه هذه الجلسه بل كنت افضل يعني اخوان اخرين واصدقاء اخرين السنين على السن الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يمكن ان هو تكلم في البدايه يعني لا تربينا حنايا نحترم دائما قاد السيد الكاتب العام مجلس الجامعه المغربيه في الخارج الاخوه الحاضرين سوشتما عيشتما. انا حقيقه سعيد بجانب اخواني في مختلف الاحزاب السياسيه على اقل حاضرين هنايا اننا نشارك في هذه الندوه الوديه النضاليه. بغيت في البدايه ان المساله ديال الهجره وحينما كتعلق الامر بالجاليه المغربيه في الخارج ونحن في عمق الصلح قضيه وطنيه اساسيه قليل ما فيهاش تقريبا المعارضه ولا الغرب. حنا كلنا احزاب مغربيه مفتخرين يمين ويسار وسط نفتخر بالدور اللي كيلعبوه الاخوان ديالنا المواطنين ديالنا والمواطنين ديالنا في الخارج. وحنا كنعتبروا راسنا في هذه الظرفيه في هذه الحاله بالذات اننا اسمحوا لي نقول واحد الكلمه اللي كنقالها صاحب الجلاله مؤخرا اننا ننتمي الى حزب واحد وهو حزب المغرب. المغرب سواء كان داخل المغرب يعني كمغرب المغرب ان المغرب تتسع رقعته البشريه لتهم مختلف انحاء العالم. لذلك كنتكلم على مغاربه العالم لي ماروكان دي موند. طبعا كل حزب كيحاول انطلاقا من كل تواضع انه يهتم بهذه الجاليه ويعطي اقتراحات في مجالات مختلفه. طب كنشوفوا اولا هناك اهتمام مؤسساتي كبير ما يمكنش حتى شي واحد ينكره. هناك وزاره قائمه الذات كتكلف بها، هناك المجلس ديال الجاليه بسند الاحزاب السياسيه فيها حكومه واحزاب سياسيه. علاش؟ المساله كتهم الكرامه ديال المواطن المغربي، كتهم الكرامه ديال المواطن والاهانه. واخا كنا تضرب حنا نعيشوا بالبصله والخبز ولكن ما نقبلوش شي واحد يهنا كما كان بالقوه ديالو. في تاريخنا عندنا النفس والافتخار، حنا مفتخرين بان كننتميو لهذا الوطن المغرب ومستعدين نموتو من اجله. هذا ولهكذا كنتفقوا. فقلت كاين هذا الاهتمام مؤسساتي الاهتمام كما قال السي محمد الان بعد ما مع الدستور الجديد الدستور اعطى واحد مكانه خاصه بارزه للمواطنات ديالنا والمواطنين من حيث الحقوق ديال ليس باش يكون مواطن خصو راه باينه خصو يتمتع بالحقوق السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، ولكن في نفس الوقت ما مقصرينش مجال الحقوق مجال الواجبات. ربما الوطن يمكن قصر الى حد ما لان كنعرفوا ان المغاربه راه كيعطيو المغرب كيجيو 60 مليار ديال الدراهم في الشهر في السنه. 60 مليار ديال الدراهم ما ساهلاش اكثر من داكشي اللي كيجي من الفوسفات اكثر من كيجي من السياحه. وقليله هي البلدان الواحد كيجي كيدمر وكيضحي وكيعيش ربما مكرفس وكيصرف الفلوس بين بلادو وعائلته. فهنايا هذه هي المواطنه الصادقه ماشي المواطنه بالكلام. ثم 60 مليار راه كتكلف لنا 40% ديال العجز ديال كنغطيو بها 40% ديال العجز ديال الميزان التجاري، 20% ديال السيوله النقديه ديال الودائع الملكيه 20%. ما كيتنساش كان واحد الخطا كنا كنعتبروا المغاربه صافي غير يجيبوا لنا الدويس الله يعاونهم. دابا لا، الامور تغيرت. الدستوريه واضحه ان مسلسل ديمقراطي متطوع، عندنا احزاب كما لها ما لها ولكن الحمد لله حاضره، عندنا نقابات، عندنا المجتمع المدني. انتم تبارك الله عليكم منظمين داخل الاحزاب منظمين داخل الجمعيات.
فيكم من اندمج في المجتمع ديال الاقامه، وفيكم من هو منتخب في المغرب. احنا لا، احنا كل الاحزاب هنا كذا عندنا تنظيمات في المجال. على ما يخص مثلا حزبنا، كانوا حاضرين الاخوان سته ديال البلدان ديال اوروبا، كانوا حاضرين في المؤتمر الوطني التاسع الاسبوع اللي فات، الاسبوع 21 تبارك الله، نساء ورجال جاو حضروا وانتخابهم من الجهه المركزيه، وحنا كنا ربما الاحزاب الاولى، ربما مع الاحزاب مع الحزب الاخوان ديال الاتحاد الشرقي، كان عندنا تنظيمات مختلفه في البلدان الاوروبا. ومازال كانت علاش؟ باش يكون هناك انصهار والارتباط مع الاحزاب المغربيه. علاش؟ لان الاحزاب المغربيه ضروريه باش تكون حاضره، هي وقايه وتعطير بالنسبه لبعض المواطنين ديالنا، حتى لا يتم التلاعب بهم، التواجد ديالنا الثقافي باش يتم عندهم، ولا سيما المواطنين ديال الجيل الثاني والثالث اللي ما عاشوش في المغرب، خصنا نعرفوا الثقافه ديال بلادهم، ندوا زيارات فيما يخص، ونديروا نكثروا من الزيارات المتبادله، نكثروا نعطيو الاولاد المهاجرين الامكانيه باش يمشيو يقروا العطله في بلادهم، يعرفوا التاريخ ديال بلادهم، يعرفوا الحضاره ديال بلادهم، يعرفوا المقومات ديال بلادهم الى غير ذلك. يعرفوا اسمه كيفاش كيتم حتى المنظور ديال الاسلام في المغرب، مبني على سميتو على الوسطيه، مبني على الاعتدال، مبني على التسامح، اسلام منفتح كما علموه لنا حنايا الاجداد ديالنا، وكما هو يعني كيصر عليه صاحب الجلاله بصفته امير المؤمنين. على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاقتصادي كتعرفوا ان الدوله كتقدم واحد الدعم حقيقه، ربما الاخوان كيتشكاو في بعض الاحيان من تحفظ المساطير، ولكن ما يمكنناش ننكروا ان هناك تحسن كبير فيما يخص مثلا الاخوان ديالنا اللي بغاو يديروا مشاريع تنمويه، كتقدم لهم تسهيلات. الا ما كانش شي واحد اللي كان الان مع الاسف شي واحد نسالو المصادر، حنا بغينا المغاربه ديالنا في الخارج يساهموا في هذا المجهود التنموي ديال بلادنا. راه الراس مال ديالنا حنا الوحيد اللي ما عندنا لا بترول ولا يحزن، اللي عندنا هما الرجال والنساء ديال المغرب، الثروه البشريه. لذلك كنسهروا عليها باش هاد الاخوان ديالنا مغاربه العالم يكون عندهم دور خاص ومتميز في هذا المجهود التنموي ديال بلادنا، باش يمكننا نتجاوزوا واحد العدد ديال القضايا، واحد العدد ديال الاشكاليات، مشاكل ديال التخلف، مشاكل ديال البطاله، مشاكل ديال التطور ديال البلاد على مختلف المجالات، وهذا الدور ديالكم هو اساسي، والحمد لله راه كتقوموا به. غاز المساعده يجلس في خدمه الخارج، حد يتقانو، حد يتقانو بحال، حد يتقانو المدرسه، حد يتقانو مزيدة، الى حد يتقانو السبيطار، تبارك الله عليكم. وهنيئا لكم، احنا عشنا غير بهذا الشيء من المساعدة ديال الناس اللي ربونا اللي كانوا كيخدموا في الخارج. الظروف ديال الستينات كما عشناها ماشي هي الظروف ديالي. الستينات كنا كنمشيو نلقاو ستينا ومنا في امريكا بالجام ديال السبكة غزالة روح الحمد لله غناصلو في الدوار غنغمان غنغمدارس طبعا في سبيطار زعما هي أنا يمكن هذيك كتاب أنا نخدم مليح فوش كفوش السفاري ما يسجل لنا إن شاء الله نخدم مليح على مواطنا هذا عيش هذوما المسائل أساسية ثم باش ما نحتكرش كاين المسألة الثالثة وغادي نختم أن كذلك المغرب ماشي غير جاو صافت الناس يخدموا في الخارج خليهم هكا راه كاين اتفاقيات امور مقننه بالقانون كاين اتفاقيه ديال الضمان الاجتماعي كاين اتفاقيه ديال العمل اتفاقيه اللي تبنات في المده الاخيره ماشي مع هولندا نفس الشيء اللي كنديروا مع الدول العربيه الان واخا الظروف شويه ماشي صعيبه فاش كيشتغلوا ولكن على اي حال المغرب حارس وكل حرص حكومه ملكا وحكومه وشعبا اننا نحميو المصالح والحقوق ديال العمال ديالنا وديال المواطنين ديالنا في الخارج في المكان لان ما يمكنش يفرطوا يعني واحد يفرط في الاخر حنا مغاربه غادي نبقاو مغاربه موحدين متضامنين سميتو راه دويزه جمعيه دويزه راه عندها مدلول انتبهوا شكرا